اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عناوين لهذا اللقاء الطيب: العنوان الأول خطوات لا تحتاج إلى مفاوضات، العنوان الثاني بناء الثقة، العنوان الثالث الحل العادل، العنوان الرابع الشعب مصدر القرار. في العنوان الأول، هناك خطوات لا تحتاج إلى مفاوضات ولا تحتاج إلى حوار ولا تحتاج إلى إطالة ولا إلى توقف. الحوار، المفاوضات، إذا ذكرت لها على سبيل المثال النقاط الخمس والمعارضة تقول بحاجة إلى معالجة ثلاثة عناوين أو أربعة إضافية بالإضافة إلى النقاط الخمس في تشكيل السلطات، القضاء والأمن والنظام الانتخابي العادل والدوائر، حاجة إلى موضوعات مثل التجنيس والتمييز والعدالة الانتقالية والقوانين الحاكمة على حركة المجتمع في الفترة الانتقالية بين وجود الحل والمفاوضات وإيجاد الحل والمؤسسات الدستورية التي تنشأ على ضوء هذا الحل. هذه النقاط التي ذكرها المعارضة. في مجموعة من الأمور ما هي خاضعة للمناقشات، هذه روح تفاوض فيها، تحاور فيها، تكلم فيها. على سبيل المثال، وأبدأ بإطار نظري فلسفي، بس هذا الإطار النظري والفلسفي إلى تطبيقات مباشرة واضحة. أولى الأمور التي لا تحتاج إلى مفاوضات هي مسألة احترام الإنسان في البحرين كبشر. احترام الإنسان كبشر، يعني هل موجودين بشر؟ البشر اليوم وفقا إلى الفهم السوي ما يجوز استعبادهم، ما يجوز انتهاك حقوقهم الإنسانية. يسمونها حقوق الإنسان، العالم طور شيء سماه حقوق الإنسان وقال هذه حقوق بديهية بغض النظر عن طبيعة النظام الذي يتواجد في أي دولة من الدول. ما يصير تسلب حق حرية التعبير. ليش؟ لأن البشر يفكر، إذن لازم يعبر عن تفكيره. البشر يعتقد، إذن لازم يحترم فيما يعتقد. البشر الله أعطاه هبة الحياة، إذن ما يصير تسلب منه هبة الحياة. يسمون القتل خارج إطار القانون، كلها نظموها في شكل قوانين يسمونها حقوق الإنسان، مواثيق حقوق الإنسان، معاهدات حقوق الإنسان. هذه إذا أنت قلت أنا احترمتكم كبشر، خلاص المفروض ما تتعدى على هاي الأمور، ما يحتاج نقاش، ما تحتاج نقاش، ما تحتاج. فكرة بسيطة جدا. الفكرة الثانية وهي فلسفية وبسيطة أيضا ولها تطبيقات، أن ينظر إلى الناس على أساس في البحرين على أساس أنهم مواطنون مملكة البحرين. مواطنون يعني هم مصدر السلطات، مواطنون يعني في مساواة في الحقوق والواجبات فيما بينهم، مواطنون يعني ما في تقسيمات أخرى تتقدم عليهم كمواطنين، ما في قبيلة وأسرة ولا سياسي ووجهة نظر. هذا معنى المواطنة. بعد نحتاج نتناقش إن نحن بحاجة للمواطنة أو ما بحاجة للمواطنة. إن البحرين فيها مواطنة من خمس درجات أو مواطنة متساهية، يحتاج نقاش؟ ما يحتاج نقاش، ما يحتاج مفاوضات. زين لازم نتعاطى على أساسه.
عندما أقول ما يحتاج نقاش إلى هالبديهيات، يعني نجي نتعاطى على أساسها، نجي نتعاطى على أساس بشرية، ناس بشر مو حيوانات، ما هم قطيع، وأن هؤلاء مواطنون يشكلون المواطنين في دولة البحرين. خلاص، مواطنة في أي بلد إلها معنى معروف. من تقول أن الناس مواطن يعني يتساوون في المواطنة، ما يجوز التمييز فيما بينهم، إذن ما نحتاج نتكلم بعدين، المفروض نسلم في مسألة الدوائر وعدالتها، في الوظائف وتسنمها، هاي مسألة بسيطة. بالإضافة إلى بساطتها، هي لا يمكن أن ينتج شيء من غير الإقرار فيها والتسليم والعمل على ضوها، ما أحد يبقى يسوي اتفاق وياك وانت ما تعترف إلا ببشريته ولا تعترف إلا بمواطنيته، على وش أسوي اتفاق وياك؟ إذا تنتقصني كبشر وتنتقصني كمواطن، على شنو أسوي اتفاق وياك؟ خلك حاكم بالحديد والنار، ليش أقر إلك أنا بانتقاصي، بانتقاص إنسانيتي وانتقاص مواطنيتي؟ تباني أقر إلك ليش؟ لأن عندك قوة، خلك بالقوة. نريد شيء منطق عقل. النقاط الأخرى التي أسهل من هذه ولا تحتاج إلى مفاوضات ولا الاعتقال التعسفي، وقف الاعتقال التعسفي. في اعتقال تعسفي في البحرين، شوف المنظمات الدولية وش تقول، شوف تقرير بسيوني وش يقول، شوف تقرير بسيوني وش يقول عن الرموز والقادة، شوف تقرير المنظمات الدولية وش تقول عن نبيل رجب، شوف آخر تقرير قبل يومين صدر من Human Rights Watch وش يقول عن ظاهرة الاعتقال التعسفي في البحرين، شوف المؤشرات العالمية اللي طفحنا فيها بالتعبير أحد المنظمات شاذ استثنائي، شرطة في الدنيا كلها 360 إلى 100,000 وإحنا 2,200 حاطين إلى مقياس من 5 نقاط، ضربنا المقياس قضيناه ورحنا فوق. بعدين ده قالوا دولة بوليسية، قالوا احنا دولة، وين بعد دولة؟ ما في أحد في الدنيا، ما في المقياس، مو مقياس الاختر يسمونه 9 درجات، إذا جت هزة فوق 9 درجات تورطونا الحين. في مقياس من 5 درجات، يبقى لنا مقياس من 20 درجة حتى يلحقنا. إيقاف الاعتقال التعسفي ما تحتاج مفاوضات. إيقاف التعذيب، هذا راجع إلى فكرة الإنسانية وراجع إلى فكرة التعذيب، ممارسة سخيفة خسيسة دنيئة، كل الأوصاف التي توصف فيها قليلة عليها، ما يحتاج، وقفها. وفي تعذيب في البحرين، في تعذيب، تقرير بسيوني قال في تعذيب، وإلى اليوم في تعذيب، وكل ناس تشتكي، وكل مصور دخلتونا على صوره وعذبته، وكل والد علي الشيخ أخذته وعذبته، ما عنده شيء والد علي الشيخ، لا يفخخ ولا يسوي شيء ولا هرار، ما تقدر تدعي عليك هذا، يطلع مسيرات، يطلع مسيرات. فاعتقال اعتقال تعسفي وتعذيب دناءة، تحتاج مفاوضات؟ هاي ما تحتاج مفاوضات. المحاكمات التي لا تتوفر على الحد الأدنى من المعايير الدولية، احنا عندنا محاكمات ما توفرها، تشوف الدنيا ايش قاعدة تقول عنك، تاخذ بس كلامي الحين انا وبتوديني وبتقول انت تشيع اخبار مدري شنو هرار وكذا. شوف المنظمات الدولية، شوف تقرير بسوني وتوصيات جنيف، وشوف كل التقارير اللي تطلع كل يوم، اخرها مال Human Rights Watch، عقب يومين بيطلع التقرير، عقب كم يوم يعني بيطلع تقارير من المنظمات، التقارير السنوية اللي تطلع في نهاية السنة، راح تشوف البحرين وش فيها من انتهاكات. مو كلام المعارضة، هاي كلام المجتمع الدولي، هاي كلام المجتمع الدولي. وقف التمييز بين المواطنين، راجع إلى الفكرة الأولى، وقف التجنيس، ما في بلد في الدنيا يسوي إلا هذا إلا إسرائيل، وإحنا
ما في بلد تجنس بهذه الطريقة. إسرائيل عندها مبدأ اسمه الدولة اليهودية، فاليهود في أصقاع العالم عندهم الجنسية إلى هذه الدولة وتعمل على تهجيرهم وتوطينهم فيه، بس ما في بعد بلد ثاني يعمل بنفس السياسة لاستضعاف وتهميش المواطنين الأصليين. ما في بلد آخر في فكرة هجرات لعمل اقتصادي، الناس تهاجر من أفريقيا تروح أوروبا، الناس تهاجر من أمريكا الجنوبية تجي أمريكا الشمالية، في عناصر اقتصادية يبحثون عن رزق، يبحثون عن هذا، يبحثون عن أمن، خايفين في منطقة الشرق الأوسط يفرون لمناطق أمن. كذي فيه هاي الظاهرة، ظاهرة الاستقواء على المواطنين الأصليين بس في إسرائيل والبحرين. وقف القمع ومصادرة الحريات، 15-20 طلعوا في مسيرة يرددون شعارات، ولازم تشتغل عليهم 10 أجياب، ولو بس من باب أنه يعني حتى هاي عدد الشرطة الهائل ما يصير يعني شو اسمه معطل عن العمل يكون يشتغل، ما دام احنا ضاربين رقم قياسي خلنا بعد نشتغل في الرقم القياسي. التطبيق الشامل والجاد والأمين لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف وتوصيات المنظمات الدولية المختلفة، مو قلنا اعترفنا بهذه الانتهاكات وبنروح ننفذها، ليش نتخلي المجتمع الدولي كل يوم وراك وراك تعال ننفذ توصيات بسيوني؟ خلاص في 23-11 قلنا بننفذ توصيات بسيوني، المفروض في 23-12 نفذنا التوصيات، نفذنا أهم التوصيات. فهذه أمور ما تحتاج إلى مفاوضات، وهي تؤشر بالنتيجة، بتعطي مؤشر جاد أنت مو جاد، صادق مو صادق. الخطوة الثانية بناء الثقة، هل يثق الشعب في النظام؟ جيم، لقد عاش الشعب وقد وثق بسيوني ما عاش، ووثقت ما حدث لهذا الشعب المنظمات المستقلة، وصدرت عشرات مئات آلاف التقارير التي لا يمكن أن توصم بالكذب لكثرتها واتفاقها. انتهاكات طالت كل بيت بأنواع مختلفة لا حصر لها. هذا صار، أحد يقدر يقول هذا ما صار؟ هذا صار واعترفنا فيه على مضض، اعترفنا فيه في أمام بسيوني واعترفنا فيه أمام جنيف. الموضوع الثاني، مو هذا صار، هذا مستمر، هذا صار موضوع، هذا مستمر. هذه الانتهاكات النقطة الثانية، هذه الانتهاكات مستمرة في مجملها، مستمرة، اعتقال تعسفي مستمر، مداهمات البيوت من أجل بث الرعب والخوف مستمر، عقاب جماعي مستمر، محاكمات غير عادلة مستمرة، فصل تعسفي مستمر، مصادرة حرية التعبير والتجمع مستمر، منع المجتمع المدني من الحركة ومحاولة مصادرة أي مؤسسات اجتماعية مجتمعية موجودة، محامين، أطباء، ومنع مؤسسات جديدة من النشوء وتعطيلها مستمر، إعاقة بناء المساجد مستمر، المضايقة على حرية الشعائر الدينية مستمر، وغيرها 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 مستمر. في انتهاكات صارت، في جرائم صارت، زين في الآن استمرار للانتهاكات. النقطة الثالثة، استمرار التنكر للمطالب الشعبية المشروعة، في مطالب شعبية مشروعة، الدنيا كلها تقول مشروعة ولا أحد يستطيع حتى في الداخل أن يقول مو مشروعة. خل واحد يطلع يقول لا المساواة ما هي مشروعة في البحرين، أسمع أصوات نشاز بس أريد أحد من المسؤولين يطلع يقول لا ما نبقى المساواة في البحرين، ليش ما يقدر يقول؟ ليش ما يقول؟
ليش ما حد يقول ان الشعب مصدر السلطات شيء مرفوض، وان القبيله هي مصدر السلطات مو الشعب؟ هل احد يطلع يقول هاي المعاني؟ لان المطالب مشروعه. الفكره الثالثه استمرار التنكر للمطالب المشروعه. مطالب منه مطالبي، مطالبي انا الشعب، انا اللي تبقى الحين انا اثق فيك، وانت تتنكر لمطالبي السياسيه الواضحه والمشروعه والانسانيه والعادله والضروريه. فهذا السؤال، هذا الجواب على هل يثق الشعب في النظام، النقطة الرابعة أيضا تجارب الشعب في النظام، هذا استمرار إلى الفكرة، تجارب الشعب مع النظام. يعني النظام إلى وعود إلى هذا الشعب وتنكب عن هذه الوعود، يوعد ثم يخلى. وعد في فترة الاستقلال بأنه سيتحول إلى دولة ديمقراطية عربية مسلمة مستقلة، وسيكون الشعب فيها مصدر السلطات، نظام الحكم فيها ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. هاي دستور 73، هاي فكرته. ثم يحكم بقانون أمن الدولة من 75 إلى 2001. في ميثاق العمل الوطني أيضا تم الحديث عن أن خلاص نعود إلى الحكم الدستوري، وسنضيف إلى الحكم الدستوري المساواة والعدالة وحاكمية الشعب، عبر أن اليوم بنسوي مجلس العنصر المنتخب هو الوحيد اللي يتصرف في الأمور التشريعية. زي المعينين ليش؟ قال لا، المعينين لا تهتمون، هذا لين إلى الاستشارة فقط. ويجيك المعينون ويأخذون التشريع بالكامل عندهم. السؤال الثاني، هل يمكن أن يثق الشعب في النظام مجددا على صعوبة هذا المعنى؟ لي تعليقين عليه. التعليق الأول، عبر الكلام هذا شيء مستحيل، ولن تجد أحد يثق فيك عبر الكلام، حتى لو قلت كلام حليو، والكلام الحليو زين مطلوب، لكن الكلام لوحده لا يغني ولا يسمن من جوع بالنسبة للشعب. الشعب يحتاج أن يرى خطوات عملية على الأرض، لا تتكلم وياه، يعني لا تتكلم وتسكت، يحتاج يشوف خطوة عملية على الأرض. تكلم إياه عن المساواة، يحتاج يشوف مساواة على الأرض. يحتاج تكلم عن أن سنحترم حرية التعبير، يحتاج يشوفها على الأرض، يمارس حرية التعبير من غير أن يمنع. يحتاج يشوف أنه يتكلم عن عدم التمييز، يحتاج يشوف أنه إذا راح إلى وظيفة في الأمن أو وظيفة في الصحة أو وظيفة في أي وزارة أنه يعامل معاملة متساوية خالية من التمييز. هذا فقط الذي يمكن أن يسرب معنى الثقة إلى نفوس الناس، شيء يلمسوه، شيء يمارسوه. أما تطلق عليه كلام والممارسة مختلفة ينسحق الكلام تماما. النقطة الثالثة التي يحتاج أن يراها الشعب، يحتاج أن يرى الشعب احترام إلى إرادته واستجابة لمطالب السياسية المشروعة. إذا سوينا هذا الأمر سنستغني عن فكرة يثق وما يثق، وهذا صير عمليين. يعني العنوان الثالث، الحل العادل. لماذا تصر المعارضة على كون الحل عادلا لا يظلم أحد؟ جيم، جواب ماله، لأنه بعد الإيمان بفكرة العدل المطلق ورفض فكرة الظلم كتربية دينية وتربية إنسانية ومنهجية في الحياة، من يصير في نظام ظالم إلى طرف صغير أو كبير، يعني هذا النظام غير مستقر، يعني أسس لعدم استقراره. إذا رجعنا إلى فكر العقل والمنطق،
أنا ما أريد أن أعيش في نظام غير مستقر، وأنا مشكلتي إن هذا النظام ظالمني، وهذا الظلم ينتج من وراء بعد عدم استقرار وينتج وراء كل المصائب. فمن خلال تجربتي، من خلال فكري، من خلال ديني، من خلال كذا، ما أفكر في أن يكون النظام الذي أسعى إلى يظلم أحد. هذا الأحد دين أو مذهب أو عرق أو مجموعة، 5 أو 10 أو 20، ما له حاجة. لإيمان عندنا أن النظام العادل والعدل هو الذي يحقق لنا الاستقرار الذي نبحث عنه، الطمأنينة التي نبحث عنها، وما ينتج وراءها من فرص تنمية. سؤال آخر: لماذا تصر المعارضة على أن يكون الحل مستند إلى المعايير الدولية المستقرة في عالم اليوم؟ أمثال وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكون الناس سواسية، كما ينص على ذلك أيضا الميثاق والدستور، وينص على أن الشعب مصدر السلطات. ليش نصر نروح إلى هذه المثل والمبادئ اللي موجودة في المواثيق والمعايير الدولية ومتضمنة أيضا في الميثاق والدستور مال البحرين؟ لأن فكرة مدعاة الحلول بين قوسين، وكم خط تحتها، القائمة على أساس العادات والتقاليد، كل ما تيجي تطرح فكرة إنسانية مستقرة استقرت عليها الأمم المختلفة، 500 طائفة في الهند مستقرة على النظام الديمقراطي والعادل، روح لباكستان بمدعيات الدين التعيسة اللي قاعد يذبحهم في بعض على مدى الحين أكثر من 30 سنة، ما وقفوا. لأن فكرة الادعاء وفكرة الذهاب إلى العادات والتقاليد البالية والتمسك بالظلم والقهر والاستفراد تحت مسميات العادات والتقاليد والموروث، ما جنينا من هذه الآراء والأفكار إلا الظلم والأزمات وتكريس الأزمات. فكونا بعد، فكونا، لا نبى تفسيرات دينية تؤسس للقمع والاستبداد، ما نبى، احنا مو دينيين، ما نبى تفسيرات دينية تؤسس إلى هاي. أي دين يؤسس إلى الفكر، يعني إلى مصادرة حقوق الناس وإلى الاستبداد والديكتاتورية، ما نباه الدين. هذا النوع من الدين ما نباه، وهذه النوع من العادات والتقاليد التي تجعل في البلد أسياد وعبيد ما نباها. وش جنينا منها غير الدمار والتعاسة والتخلف؟ ما نبغى هالعادات، ما نسميها عادات، خراب خراب. إذا في خراب في العادات والتقاليد، خلنا نفلت هاي العادات والتقاليد، نروح إلى المجتمع إنساني واضح مستقر. لماذا تصر المعارضة على أن يكون الحل شاملا وحقيقيا وليس حلا ترقيعيا؟ كما شاهدنا في بداية الاستقلال وفي فترة الميثاق وفي سنة 2011 من التعديلات الشكلية، التغييرات الشكلية الدستورية وفي غيرها من ما يدعى، وش استفدنا من كل هالترقيع؟ سنتين، 18 شهر في 73 إلى 75، وسنة واحدة من 14 فبراير 2001 إلى 2002، وبعدين عقبها قانون أمن الدولة، والآن قانون الإرهاب، ما يقرب من قانون أمن الدولة، المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية، ومجتمع يعيش الخوف والرعب باستمرار، أزمات دائرة مستمرة بدون توقف. هاي اللي جنينا من هذا النوع من الحلول، خلاص تعبنا، وطن تعب، الناس تعبت، نريد حل شامل دائم، شامل ما يعطل شيء، ما يخلي أشياء وراء ظهره حتى تنفجر بعدين في طريقة.
ويقوم على أسس مؤسساتية واضحة، مو على مكرمة ولا على أني والله بس هذا شخص زين سواء عنوانه ملك أو عنوانه رئيس وزراء أو عنوانه كذا وليش وإحنا لا، ما في كلام، ما يؤسس نظام على الأساس. النظام المستقر يؤسس على أساس مؤسسات تحتكم إلى الإرادة الشعبية بطريقة ديمقراطية نظمها العالم من 300 سنة واستقرت. مؤسسات، المؤسسة لا تظلم أحد، أهواءنا الفردية تظلم أحد، أهواءنا الشخصية تظلم أحد، أهواءنا الحزبية تظلم أحد، بس المؤسسات ما تظلم أحد. المؤسسات توجد الحماية لكل أطراف المجتمع، قوي ضعيف صغير كبير كثير قليل، هذا النظام، هذا النظام الموجود. ما أقول لك في عدل مطلق في الدنيا، ما في عدل مطلق في الدنيا، ولكن من هو أضعف؟ في أضعف من مهاجر في دولة أوروبية لا هو أبيض لا هو مسيحي لا يعرف لغة البلد وجاي بطريق غير مشروع وحرض على النظام هناك ويدعو إلى أعمال إرهابية ويناصر القاعدة، لأن في نظام، النظام يتورط في 10 سنوات حتى يطلع واحد من أنصار القاعدة حتى يرجع إلى بلده، بس حتى يرجع أبو حمزة المصري يسمونه إلى الأردن 8 سنوات أو 10 سنوات. مو قادر النظام البريطاني، ليش مو قادر النظام البريطاني؟ في مؤسسة تحمي أبو حمزة، في قضاء، في استئناف، في واقعة، وفي عشرات من أبو حمزة ولا قادر يسوي لهم شيء، ما قادر يسوي. ليش؟ مؤسسات تحمي، هو فرد عنده كل هذا الهستوري اللي ما ينسجم مع المجتمع، محمي. في جنوب أفريقيا المسلمين عددهم 2.5%، يقول احنا نشعر بالحماية اكثر منكم كمسلمين في بلدان اللي تشكلون فيها اغلبية امام الانظمة الدكتاتورية، ما حد يقدر يعتدي علينا، لا على مسجدنا، مسجدهم موجود الى اعلى في جنوب افريقيا، في سماء افريقيا، في اي مكان عشرة وعندهم مسجدهم ويبنونه في اي مكان ما دام يتوفر على بيئة ويتوفر على بلدية وهالقصص، يبنونه في اي مكان. هم عددهم 2.5%، يشعرون بالطمأنينة والسكينة. شو الذي يشعركم بالطمأنينة والسكينة؟ النظام ما لنا يحمينا، ما حد يقدر يتعدى علينا، سود حكمه وبيض حكمه وفلان حكمه، أي حزب يحكم، هذه أمور ما هي قابلة. هذا مو سحر، هاي ممكن خلقه في البحرين، هذا الخلقه في البحرين يحمينا جميعا. علينا الابتعاد كبعد السماء والأرض عن الحلول التي تقوم على الوعود وعلى الفردية وعلى المكرمات والاستفراد، بعيدا عن الإرادة الشعبية والصياغ المؤسساتية. الشعب صاحب القرار، نتركه إلى حديث الجمعة القادمة إن شاء الله. أغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. أغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.